الشيطان طبعا عدو لينا كلنا، وكلنا عارفين بحاجة زي كده. لكن ربنا قال في كتابه العظيم إن كيد الشيطان كان ضعيفا. لكن في حاجة بقى بتزن عليك على طول وتوسوس في ودنك، دي نفسك. نفسك محتاجة تربية. تربية يعني ايه؟ يعني تعودها، لان دي معاك على طول طول الوقت. تفضل تقولك اعمل كذا ما تعملش كذا، اعمل كذا ما تعملش كذا. ربنا سبحانه وتعالى في كتاب العظيم لما اتكلم عن النفس ذكرها في مواقع كتير قوي. يعني مثلا في آية فما خاب من ذكاها. تزكية النفس جاية من الذكاء، انك تخلي نفسك ذكية تمرنها. والآية التانية اللي بتقول مثلا يا أيتها النفس المطمئنة، الاطمئنان دوت مش هيجيلك الا لو انت حسيت فعلا ان ربنا معاك في كل لحظة، في كل حاجة حواليك. نفسك بتطمئن وتهدى وتنام وانت مش مزعل حد منك، وترتاح وتحس بهدوء وسكينة. في برضو النفس اتذكرت في موضع تاني في القرآن الكريم. ربنا سبحانه وتعالى بيقسم بالنفس وقال لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. نفسك اللوامة دي بقى مرتبة عالية جدا، اللي هي لما تيجي تعمل الذنب تقولك لا حاسب أقف بلاش، دي اللي بتلومك، ودي درجة عالية جدا من النفس النقية. راجع نفسك قبل ما تنام كل يوم بعشر دقايق بس. امسك ورقة وقلم كده واكتب، شوف انت زعلت مين، مين اللي عندك دين، مين اللي عندك حساب، مين انت اديته. وتركز اكتر في اللي انت خدت منه، مش شرط فلوس بس، يعني ممكن خدت منه ايه، كلمة حلوة، كلمة طيبة، زعلته في حاجة، جيت عليه في حاجة. ده اللي عليك، اهم حاجة اللي عليك. عشان كده دايما لما تلاقي اتنين بيحبوا بعض قوي، الحب هنا باسمى معني. يعني ما تلاقي حد بيقولك خلي بالك من نفسك، نفسك ثم نفسك، خلي بالك من نفسك.